إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. مسابقتني ومسابقة الأترجة وأن أقول لك معلمين تنقيمها بدن أردد فرح بدن إنوس وصارتا إن أقعد نودي رجالين يدو مر والبمقام كمعلمين تو يا معلمات كأي كسر ريان وحيابها رمزجة لصية لوجو تلاقي لي هدنا وحال مرمان نقوم وياي إن مركا أي معلمين تنا ما دام أردادي لو قبنا يترتنا فربضان أو ننعكستك صعدة إن معلمين تنا أي هلان ترتن أجونية أو مركا يجونا أي كقيب قاتان وحنسودني مدة هذا تضرب سنة إلهي فضلك سبحانه وتعالى أساس كيجة يبلغ وجوحها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة إلى إمك سيدي بين نوغو صعوتا وحي كدن بيي مركا صدح دي سنة وقوه الرئي وحا لبصانو إلى صدح سرق عن تكوها يي ولا لم محسنين ودد كينا عادقة وإيقو مركا تمويل كمسابقة لها لبدي سنة وقدن بيسي وصند كنية صند كي هورنا مجموعة تلسوم الخيرية ayaa marka gacanta marka ku qaadatay iyaga ayaana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku karaameeyay in ay ka qayb qaataan oo ay tamweeliyaan هذه المسابقه القرانيه التي يجري فيها التنافس بين المعلمين والمعلمات وهي من المسابقات النادره من نوعها فعادة المسابقات أن تكون يعني خاصة بالطلاب ولكن هذه المسابقة من المسابقات التي يشارك فيها المعلمون ولا يخفى ما في ذلك من الفائدة العظيمة التي تعود على المعلم عندما تتاح له هذه المنافسة وهذه المسابقة فتكون عونا له على زيادة الاستعداد والاستذكار والمراجعة ولا شك أن صاحب القرآن هو في حياته دائما يكون مصاحبا للقرآن كمدة وحيد دارنتها هنا شرح قوما كبحيو تفسيرك أما قيبت تفسيرك قاب نوعية أي أردو كو ترتميين هرتا ترتن كان سندو ديجيسيني ونكو ديجيسيني فضلة الشيخ حسن جابر وترتن معلمين تي معلمات كوجونية معلمين تي مدارس تي معلمات كأي كقيب قلاء بدنا معلمين تي معلمات كو حكي قيب قال يا نواني كد ونادان وحا اي ارديدينا دي عادي اهي مجالات ترتمد لو قبطو اي كو ترتميان وين كم معلمين تو كد ونادا او وح كلا دهيرادا ترتنده كلا تا يدو لا دوليو ايا قسمي لو سو دري تفسير كا هوراي و خولها مسابقه و خولها قسم تجويده ونظريه لكن تفسير كي ايا هدا نقدي قسمي اسنا باهديسا ايو باهي معلمين تو سند مادامو ايهين ضد معلمينا ومد يحسي قد بنايا لغا مارمان اي تهي تفسير كينا اني جانب كاعين ايان تفسير كوحا معتمد انو كمعتمد انبان اعتمادني وكتاب كمعتمد كان وقاضني ويهي والسراج في بيان غريب القرآن وبدنا مسابقات كدولي انا لقاتو لنا اعتماده سند يهر واحد قد ترتمي تفسير كقسم كجزء عمو قرى اما جزء عمو قرى أم بي أرضي أم معلمين تها معلمات كي كتر تميين سنة كانوا حن دوني إن إنا نمركي هرا سدح جزء عصب كوس ودرنا سلكين وحن صرنا جزء كي هرا وقت ترتمين أن لبج جزء هلا وقت دره مركا جزء قد سمع إيو جزء تبارك إيو جزء عما سدح ذا جزء أي كتر تميين قسم كتفسير كاب تصفيات أولية أيو تطن كمركي هرا والله تصفيات نهائية أنا مركي دنبا يا لجلي أم بان ده فين لك أرضي يوسف قدبتينا ترتن لبعض بيجلين لوضع قسمي بالتفسير كوالا السعودي شن سؤالود أيانا قفلو ترتمي لويديني ومن سورة المجادلة إلى سورة الناس أي ودن بيسو وإنت أود حيسايا لقسو ويديني حقيقة معلمين توحد مدى سنة كهور آديات أي أدامين وإسبدل وين أي كم مغضي وحاان دوني أين الحسوسيو معلمين تكاقب قادتي ترتن كان
رجع دمر باه إن القرآن كله مسؤولية وين مسؤولية داسي أوه إن آيات كستاعد برتاي وحفظي معنى قاعد فانتي إن حجك هو نغنيصه مركوان هذا الكي نكسو كوبلها ورشاد عسيا قانت عسيا إنه راعنه إن نقام الفلاح إن أوامر القرآن كان ندك فرنه نواهيد القرآن كان ندك إنه كنا هينه إنه قرأ إنه نقول مثال نول أخلاقيات خير القرآن كا يشريعات القرآن كا هبين كي مركي ندك هردان قف حافظ كوان لو قرتين سوتش هيدو ما أنتي مركي قصلي أنا وان لو قرتين مروجيسين يهي مركا كل جور جابن هذا الكير جابن وحن شرف فيها ما أنتي إنه هركنو فدينه إنه نك قيب قالوا ميت كاميرا ترتمدا وغو خير كبدن مسلمين تلو قبته وترتن أي كترتميان معلمين تا يمعلمات كقرآنكو قراءة القرآن كي تفسير كيس طبعا معلمين تو أما هالنقدان كوا قرآن كدجا أما هالنقدان كوا تفسير كدجا وكوا صو صارة تشيل كدمبه إنه قن أي معلمين تا أما قرآن كبرنا أي قراءة أي مدى أي مساجدين وقلت شنو يكو صو صاروي وأنهم بليين يا حسن شابر شيخ حسن شابر يتيم كيسة إنه شقراء قبتين وهي أول وحلة ترتنسين شرون أبط كي يضل يرضى قرآن كبرته يا معلمين تكم يشرين طبعا معلمين تا إن لقوا صدر يا معلمات كنا وحيد صيصة أم إن لطيئيو أو أرضي تيالي كسو بحان مدارس يميله كلا القرآن كلا جو برا نيجي يمساجدين تبا لنا عكلا وحدارت هاي مسابقات هني مسابقات كلو كده كده وانتهاي تفسيرك وايو قف القرآن كي يسقو وناشين يو أخري يو قارف يعنا وحلا جي أبا تفسيرك هنا نوقونين تسوح يكلف يسامر كقار حدونا معنيه القرآن كقرين معنيه كقل دم حركة يوم معنيه وقلده تبينا معنا كرا وسمية قرآن كي مركا قف كونه تفسير كنا يقارنا وحي قيب كتهاي إن الصحة قرآن كي قراءة سيء وناشن تي سين تبا طبعا أنا جو شركة دا تلسوم أما جروب كتلسوم يا مؤسسة دا تلسوم جروب فونديشن وحنو تاجنا هي أما نديار ونا هي مركزة إن نجرب استجنا إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسة يا كلام كيسة يعيد كسكر وقاريسة وايو وح كوتشر إلهي سبحانه وتعالى وين انتيسة waxa ku jira umadan sharafteeda iyo karaamadeeda iyo diinteeda in kor loo qaado in la soo saaro umad akhlaaq quraaniye leh oo quraanka ku dhaqmeysa sida ugeed baan anagu markaa diyaar ugu nahay inaannu garab istaagno quraanka iyo ehelkiisa iyo dadka quraanka barta rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu lahaa alayhi salatu wasalam ahlul quraani ahlullahi wa khaasatu dadka quraanka barta waa ilaahay subhanahu wa ta'ala qaraabadiisa iyo kuwiisa ugu sii dhow marka ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka qaraabadiisa ehelkiisa ayna mutaqanaadna kor u qaada waxay la mid tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala weynintiisa sidaa ugeed baan ilaahay subhanahu wa ta'ala in weynina diyaar ugu nahay dabcan ma aha tan musabaqada kaliya inuu ka qayb qaadano ama aanu mutaqana maal gelino musabaqad badan oo kala duwan oo ilaa 5-6 gaari aanu maal gelina saaka waxaanu u joognay musabaqatul wahyi oo arday yar yar ay ku tartamayeen labada wahyi quraanka iyo sunnada galabtan waxaynu joognaa inaynu tartansiino macallimiinta oo tartankii macallimiinta waxa laga yeebaa qaar kale oo badan inay imaadaan waxa kaloon doonayaa maanta halkan saddex qolaba inaan uga mahadnaqo awalan macallimiinta tartankan ka qayb qaadatay ee qaar ka qayb ka mid ah maanta halkan lagu abaal marinayo macallinku kol hadii uu yahay ardayga barihiisi oo bulshada hawl qiimo leh oo u hayo runtii arrin aad iyo aad u qiimo badan weeye inuu ku tartamo kalaamkii Ilaahay waliba oo ardaygii uu yahay role model arday walow daawanaya macallinkiisina uu tamaniyay inuu isaguna darajada macallinkiisu gaaray filiyo minal ayaam isaguna uu gaaro marka arrin aad iyo aad u qiimo badan oo bulshadana wax badan taraya arday macallinkuna maadaama uu warshadii ardaydaasi soo saareysay wax badan faa'iideynaya weeye marka macallimiinta ka qayb qaadatay si mugi miisaan leh ayaan ugu mahadnaqayaa waxa kale oo mahad celinayaa baadi karsoorka oo macallimiinta qiimaha leh ee culimada waaweyna ee halkan inala jooga ee ardaydaasi u karsooray ee jaysaadka maanta gudoonsiinaya ee aan ka daalin ee waqtigoodii qaaliga iyaguna siiyay waxaan la yidhaahdaa maantiinba iyagana u jeesaa kuma lahul khayra
qolada saddexaad ee aan u mahadnaqayo waxa weeye shirkadda ganacsiga ee Telisom oo runtii arrimo fara badan oo khayriya ka qayb qaadata iyadoo marka horeba ganacsigeena markaad eegto ay sharaayiga ugu qiimaha badan ay ka mid yihiin sababtu tahay ummad fara badan ma aha ganacsi qof kuleeliyo minabaliyo ummad fara badan ayaa sharar kule oo manfici bulshadii waa wada gaadhaya ay shirkadaas gacanta ku haysay waa talabaad ee ummad fara badan tira aad u tira badan ayaa u shaqeysa dalka gudihiisa marka aad qiimeyso marka labadaba marka laga yimaado haddana arrimaha khayriga ee gacanta maanta ku haysa ay tani ka mid tahay tiisa ku ay ka mid tahay tu kala maldhowdan u fadhinay ka mid tahay waxay ka tarjumaysaa taasina qiimaha iyo karaamada ay shirkadaasi ay u hayso diinta Ilaahay kor qaadisteeda si mugiye miisaan leh aynu iyadana ugu mahadnaqayna in Ilaahay barakeeyo ganacsiga barakeeyana Ilaahay aynu uga bareyna oo ugu ducaynayna laba kelmadood baan ku soo ururin doonaa hadalka culimada waxaan leeyahay Sheekh Jaabir iyo Sheekh Cabdirsaaq iyo baad heeray iga fadhiyay Sheekh Ahdaliyo war Soomaaliland iyo xurriyadeeda iyo maanta xurriyada diinada aynu haysanna caalam adduunyada caalamul islaamna lagu ma hayo afarta kale Soomaaliyeedna lagu ma hayo culimada waxaan leeyahay war Soomaaliland iyo jiritaankeeda iyo goonistaageeda mararka qaar kood carabka ku adkeeya taas waan leeyahay culimada oo halka waxaad moodayna yar dabciyeen marka hadalka halkiisa loogu tago taas waa mid waa talabaade waxa kale oo culimada ugu baaqaya inay wada jirka ay xoog saaraan oo araahda fiqiga waxyaabo yar oo kale lagu kala gidsan yahay iyo dacwada uu adeegisteed iyo kalaamka raxmaan kor u qaadisteeso inay labadaas u kala soconaadaan oo midnima wax badan lagu qaban karaa culimada haddii ay isu tagto maanta wax weyn ay toosin kartaa hormuudna ummadeena way noqon karaan kelmadaasi labaadna culimada waa ku dardaarayaa waxa weeye cawil axmed maxamed cawil axmed maxamed jaayisadiisu waa $2,000 iyo kombyuutar cawil waa hargeysa wey u fiirsada musaabarada mucallimkaasi doorkii horena waa ka qayb galay laakiin doorkii hore wuxuu ahaa kaalinta shanaad musaabaqadani waxay miise leedahay qofka haddii kaalinta saddexaad aanu soo gelin oo afar soo galo uu soo noqon karaa musaabaqaadka kale laakiin ma soo noqdaan ilaahay subxaanahu watacaala ha barakeeyo waa uu soo dadaalay allah barakeeyo baraka allahu fii waxsana allahu ilayh